السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير على المجهودات التي تبذلونها في هذا المجال، وانا بغيت نحيي مختلف الاطر العاملين في هذا القطاع الحيوي. اليوم المغرب ينعم بالاستقرار، اليوم المغرب ينعم باسترجاع التوازن الميزانيه ديالو والاقتصاد ديالو، اليوم المغرب يكتسب الثقه ولله الحمد مختلف الشركاء ديالو. اليوم الاستثمارات الخارجيه في المغرب تطورت، تيخصنا المواكبه ديالها بمختلف البنيات التحتيه اللي غادي تمكن هذا الاستثمار من الانجاح ديالو ومن فرص الشغل المواتيه ديالو. اليوم البرنامج ديال الطرق السياره تتلعب واحد الدور اساسي فيه، هذا الدور بغيناه تنميوه وتطوروه من بعد انتهاء البرنامج السابق. بغينا البرنامج اللي عرضتيه علينا في البرلمان، التطوير ديال المناطق اللي مازال ما وصلتيولهاش، المرور من طنجه لجهه فاس مكناس، مرور عبر الشاون وعبر وازان، مرور عبر بني ملال ثم مراكش الى اخره. هذه المناطق اللي كانت تتحس بانه العداله المجاليه خاصها تكون فيها. بغينا ايضا طرق السياره اللي تنجزات بغينا تفتح بحال ديال اسفي الجديده. شكرا السيد الوزير، الله يوفقكم.